في عناوين النشرة: عصر الإفادات، الناجح والراسب يرفع إيده. اليوم وكأنه هالإفادات صارت نافذة والطلاب تقدر تستعملها لتدخل على الجامعات. أسرار مقتل المذيع مازن دياب على أيدي الأصحاب. حتى لو أصحابه أنا بدي نتفهم، ولا ممكن إلا ما أشوفه قدام عيوني، بدي بكي أهلاً مثل ما بكونه. أطفيل إنذار بالإخلاء غداً وعائلاتها ينفون. خلال 24 ساعة بكون فضوا البلد، مين وكيف وليش ما عرفنا. جنبلاط، أصدقاء سوريا خذلوا الشعب السوري. الشعب السوري ليس بحاجة إلى هؤلاء، خربوا الثورة. لكن داعش يعدم عشرات اليزيديين في جبل سنجار. يعني بالمئات الأطفال انفطس من الجبل بالجبل. وفي النشرة: من مدفديف إلى بوتين، فوفو أنا مستقيل. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. في بحر الأسبوع منح وزير التربية الياس بوصعب سلفة عز نقابية لهيئة التنسيق، بارك لها نجاحاتها في الشارع وأعطاها علامات تفوق في امتحان الصمود أمام عتات السياسة وحيتان المال. انتهت الإشادة بالتماسك النقابي وحان وقت العمل، فهيئة التنسيق ظلت على موقفها عدم تصحيح الامتحانات الرسمية والطلاب سيخسرون سنة جامعية. مجلس النواب معطل لأسباب رئاسية تشريعية، وما عاد أمام الياس بوصعب سوى اللجوء إلى قرار ليس سابقا وإنما جرى اعتماده في سنوات الحرب. إفادات للجميع، وذلك بعدما أصبحت المفاوضات بلا إفادة. ضربة للمعلم الذي أوصل التلامذة إلى هذا المصير، فهيئة التنسيق نسقت في المكان الخطأ لأن حقوقها لا تؤخذ من الطلاب ومصائرهم. ولو أراد النقابيون ضرب الهدف لتظاهروا وأقاموا الاعتصامات على عتبات أبواب النواب المسؤولين عن إقفال أبواب المجلس وتعطيل السلسلة. فلماذا لم يقصدوا الفاعل وجنوا على المفعول به؟ وليسألوا عن كل من وقف ضد فتح جلسة تشريعية ورهنها بالانتخابات الرئاسية. ثأركم عندهم، عند من حرم الموظفين والعسكريين رواتب محقة واختلق أسباباً غير موجبة للتعطيل وراهن على أن الرئيس أولاً. ثأركم ليس عند وزير تربية فاوضكم حتى آخر رمق فأوصلتموه إلى القرار الصعب. لكن قرار الإفادات دونه قانون، والخطوة ستحتاج إلى قوننة في مجلس النواب، وهو ما بحث فيه الرئيس نبيه بري اليوم مع رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري التي دعت إلى اجتماع عاجل للجنة يوم الثلاثاء. سياسيا، ترك خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقعه على من أراد الهداية، وأول المتحدثين لغته النائب وليد جنبلاط الذي تحدث عن الخطر الوجودي عينه المتمثل في مشروع دولة الخلافة وتدمير الدين الإسلامي. ما طرحه نصر الله في ذكرى النصر يستحق النقاش والتبصر لانطلاقه من أفكار لا تسمى إلا عقلانية في البلاد الذاهبة إلى الجنون الطائفي. لكن من لا يريد النقاش سيجيب ببغائيا بأن دخول حزب الله سوريا هو من أتى بداعش. وحيال هذا الاستنتاج السياسي قد تفيد النظرة إلى جبال سنجار التي تشهد على إبادة الطائفة اليزيدية، والنظرة عينها إلى نينوى وقرقوش والموصل حيث التهجير المسيحي الأخطر على مر العصور. ولم ترد تقارير تفيد عن مشاركة حزب الله في القتال مع اليزيديين أو المسيحيين أو التركمان. أما المجتمع الدولي تتقدمه الولايات المتحدة فقد نجح حتى الآن في وقف زحف داعش تجاه سد الموصل والدولة الكردية.
إذن الإفادات كيف يستحصل الطلاب عليها ومن تشمل؟ تقرير رونا حلبي. هن بيستعملوهم الطلاب حاليا ليفوتوا على الجامعات. إضافة لهالورقتين هولي رح نعمل نحن إفادة ترشيح لامتحانات اللي على الشكل بتنختم وبتتصدق. بعد أخذ ورد بين وزير التربية وهيئة التنسيق، وبعدما تعب الطلاب في انتظار مصير عامهم الدراسي، اتخذ القرار أخيراً. إذا كنت طالباً في المدرسة وتقدمت للامتحانات الرسمية ولديك بطاقة ترشيح كهذه فأنت ناجح. إذا كنت طالباً في المهنية وتقدمت للامتحانات الرسمية ولديك بطاقة امتحان كهذه فأنت ناجح. 148 مرشحاً للشهادتين الرسميتين المتوسطة والثانوية نجحوا في الامتحانات بعد قرار وزير التربية فك أسر الطلاب بحسب تعبيره، لتكون نسبة النجاح 100% على أن يعطى الطلاب إفادات ترشيح للامتحانات شبيهة بتلك التي أعطيت آخر الثمانينيات بعد قوننة الإفادات في جلسة لمجلس النواب لم يحدد تاريخها. القانون اللي بده يروح على المجلس النيابي ضروري، ولكن صار في توافق عليه من جميع الأفرقاء قبل ما أعلن قراري. حتى بالاجتماع الأخير اللي صار اليوم بين دكتور رئيس بري والست بهية الحريري ناقشوا حتى موضوع قوننة الإفادات بالمجلس النيابي، يلي هو بيدعي أكثر وأكثر أنه الجميع يروح على جلسة تشريعية لإقرار كل الحاجات بما فيها قوننة الإفادات، ولكن هيدا ما بيكون عائق قدام البدء بالعمل اليوم، وكأنه هالإفادات صارت نافذة والطلاب تقدر تستعملها لتدخل على الجامعات. هذه التسوية بتصير بعدين. بطاقة الترشيح أو بطاقة الامتحان يعمل بها كإفادة نجاح ابتداء من اليوم، والأمر في رأي وزير التربية ليس كارثيا كما يصوره البعض، فهو بدوره طالب إفادة وقد تمكن كغيره من طلاب دفعته من إكمال مسيرته التعليمية من دون عوائق. يمكن منه عادل، ولكن منه كارثي مثل ما عم ينحكى. بالنتيجة أنا كتير ناس بعرفهم لامعين اليوم أخذوا وثيقة وتخرجوا بوثيقة بإفادة مثل اللي انعطت اليوم. الجامعات بتغربل، الشاطر بكفي واللي مش شاطر رح يرسب. وقبل أن يعلن قراره الذي لا رجوع عنه هذه المرة، انتظر الوزير انتهاء اجتماع الرئيس نبيه بري بالنائبة بهية الحريري، حيث جرى البحث في مسألة تصحيح الامتحانات وقضية سلسلة الرتب والرواتب. وبحسب بصعب فإن الاجتماع كان إيجابياً، لافتاً إلى أن الطرفين أكدا له المضي في قوننة الإفادات في مجلس النواب. وقد دعت النائبة بهية الحريري لجنة التربية إلى اجتماع طارئ الثلاثاء للبحث في هذا الشأن. وزير التربية الياس بوصعب يعلن منح الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية ويقول إن قراره نهائي. قرار نهائي أعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية، يعني بطاقة الترشيح وعند التعليم المهني بيسموها بطاقة الامتحان، إفادة تثبت قيده في أي من هذه الامتحانات تبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب إليها. يعني عند التعليم الرسمي كل الطلاب كانوا حاملين وثائق القيد، وعند التعليم المهني بطاقة الامتحان. بهالأوراق بيقدروا يستعملون لحتى يفوتوا على الجامعات. بعدين شو معناتها هيدا القرار؟ هذا القرار أولاً بيسمح لكل الطلاب يفوتوا على الجامعات الرسمية والخاصة بلبنان وخارج لبنان، أو الطلاب اللي بدها تطلع صف بيترفعوا من صف لصف. النقطة الثانية، وابتداء من الأسبوع الجاي نحن بالوزارة رح نصدر إفادات ترشيح للامتحانات، منخبركن عن تواريخ استلامها حسب الأولوية، بالتالي فيهم يفوتوا على الجامعات قبل ما يستلموا هيدي. هيدي بتصير بعدين تتأكد تحصيل حاصل، مثل كأنه ورقة إضافية زيادة عن الإفادات اللي أصدرناها واللي كانت بين إيديهم. مش إفادات، هي وثيقة ترشيح ووثيقة امتحان. زيادة عن هالوثائق اللي بين إيديهم هيدي الإفادات اسمها إفادة ترشيح للامتحانات البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي، راح نصدرها فيما بعد.
هيدي هي القرارات اللي اتخذت، ما بقى الوقت يسمح انه نناور بهذا الموضوع. 148 ألف طالب بدي اقول لهم اليوم انتو صرتوا بمثابة الناجحين. القبض على المتهمين بقتل الإعلامي اللبناني مازن دياب ومن بينهم صديقه والعائلة تطالب عبر الجديد بالقصاص العادل. هلأ بدي أسألك سؤال، هلأ إن شاء الله الله يعني يبعد عنك كل شيء مش منيح، تخاف من الموت؟ كل واحد بخاف من الموت، بس الحمد لله يعني إرادة ربنا. ممكن عشانك ما عم بتفكر في المرض؟ بخاف من اللي حوالي. هكذا أجاب الإعلامي مازن دياب في مقابلة إذاعية قبل أشهر من مقتله عما إذا كان يخشى الموت، ولكن الشاب اللبناني ألمح إلى أنه يخاف أن يأتيه الموت على يد قريب له، فهل كان ذلك مجرد جواب عفوي ابن لحظته أم أن مازن تلقى تهديدا من مقربين إليه؟ بيان الشرطة الأردنية التي وقعت الجريمة على أرضها أشار إلى اعتراف 4 أشخاص بقتل الإعلامي اللبناني المقيم في الأردن مازن دياب لوجود خلافات شخصية بين الضحية وأحد المقبوض عليهم، وتبين أن ذلك الشخص تعرف إلى الضحية منذ فترة عن طريق البرنامج الذي يقدمه لتنشب بينهما خلافات، وبعد ذلك طلب إلى 3 من أصدقائه مساعدته في ارتكاب الجريمة بحسب البيان. وأوضحت الشرطة في بيان أنه عثر بحوزتهم على أجهزة اتصال خاصة بالمغدور وعلى أغراض أخرى في الشقة. إيش دوري؟ صار لازم نروح، إحنا أصحاب صح؟ والدة مازن التي كانت إلى جانب زوجها الراقد في المستشفى فجعت بخبر مقتل ولدها، وقالت للجديد إنه لا يشفي غليلها سوى القصاص العادل من المتهمين بالجريمة. لقيته صاحبك، أنا كنت بالمستشفى، دق لي صاحبه على التليفون، قال لي مش هيدا تليفون مازن؟ قلت لهم بلا، بس يسافر بيعطيني إياه. قال لي طيب سكر. بعد شوي بدق، بيقول لي ما عندك نمرة تليفون حدا غيري؟ قلت لهم بلا، عطيته نمرة خيو الكبير. بعد شوي قبل ما يدق لخيو بيقول لي أنا سمعت إنه مازن مقتول، قمت تركت المستشفى وجيت دغري لهون، لقيت عند أخت البيت مليان. رفيقه مش من الأردن، رفيقه من هون، لأنه بس إجا هيدي من جمعتين كان يظهر هو وياه، بس إنه عم يطمن إنه لا يحكي معه، بس يعني مش أردني. بس وجيت طبعاً تلقيت، بس شو الجريمة شو؟ مش عارفة. أنا ما بيكفيني أقدمهم، ما بيكفيني، أنا بدي أشوفهم، بدي أعذبهم مثل ما عذبوا ابني، مثل ما عذبوا ابني بدي أعذبهم قدام عيوني. شقيق مازن يخبئ دمعته محاولاً الوقوف إلى جانب والدته والتخفيف عنها، وينفي أن يكون قد أخبره مازن بتهديدات تلقاها في الفترة الأخيرة. خبرني خير كبير أنه هو بالأردن، انه من شي حوالي ساعة ونص ساعتين عم بيقولوا له الشرطة انه كمشوه 4 أشخاص، وعم بيقولوا بعد مش اكيد المعلومة انه واحد من بيناتهم اصحابه صاحب الخلفية. ما بعد ما عرفانين، ما بنعرف شي، واحد منهم صاحبه بس. كان خبرك مازن في مشاكل مع حدا ولا؟ لا 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 ابدا ابدا، ما كان مخبرنا شي ابدا. بدي له مازن بالأردن، صار مازن بالأردن يمكن حوالي شي 7 سنين 8 سنين شي هيك، بهالفترة فترة كبيرة يعني. عايش على طول هونيك؟ عايش على طول هونيك صح. أنا سمعت إلو 11 سنة. شو بتطالب اليوم؟ بتطالب الدولة تتابع تحيات هونيك؟ شو بدنا نقول يعني؟ نحن بنقول الله يرحمه، والدولة ما حد فينا راح. بدي أقتلهم الأربعة راح. الأربعة بدي أقتلهم، ما فيك فين إذا في دولة. الله يرحمه، منقول إلا الله يرحمه. العائلة تنتظر وصول الجثمان من الأردن إلى مسقط رأسه في الطريق الجديد ليوارى في الثرى عن عمر بلغ 31 عاما، قضى منها السنوات 8 الأخيرة في الأردن مذيعا في إذاعة صوت الغد. وبالعودة إلى موضوع الإفادات والامتحانات، ما هو رأي هيئة التنسيق النقابية المجتمعة حتى الساعة؟ رونا الحلبي والتفاصيل. رونا مساء الخير، ماذا لديك من تفاصيل حول موقف هيئة التنسيق النقابية التي التزمت الصمت طوال هذا النهار؟
بالفعل جورج، منذ لحظة إعلان وزير التربية إعطاء إفادات لكل الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية، وكل الهيئات المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق النقابية تجتمع لكي يكون هناك قرار هذه الليلة في هذا الشأن وكيفية مواجهة هذا القرار الذي صدر عن وزارة التربية. على أي حال جورج، نحن هنا ومعي عضو هيئة التنسيق النقابية نعم محفوظ الاطلاع أكثر على التفاصيل، ولكن ذلك علما أن هيئة التنسيق النقابية لم تجتمع بعد، ولكن هي ستجتمع في الوقت يعني في الوقت المقبل، وسيكون هناك قرار طبعا سنستمع إليه مباشرة. استاذ نعمة، التزمت الصمت لحد هلأ من وقت ما طلع القرار الساعة 2 اليوم، لماذا هذا الصمت وإلى أين تتوجه هيئة التنسيق؟ لا، هذا يعني الجواب على سؤالك، وهو رد على معالي وزير التربية لاتهمنا أنه نحن كهيئة ما نمثل قواعد المعلمين أو ضع المعلمين بالمستقبل يختاروا قيادة نقابية غير هالقيادة. نحن عندنا آلية ديمقراطية بتاخد القرار، نحن خمس هيئات، بتجتمع كل هيئة لوحدة بتاخد القرار، بترجع تجتمع هيئة التنسيق النقابية بتوحد الموقف، مع العلم أنه نحن من 3-4 أيام فوضتنا الجمعيات العمومية بالإجماع على موضوع المقاطعة. هيدا بالشكل نحن هيئة ديمقراطية نقابية مستقلة، ما حدا بالسياسي قادر يأثر على قرارنا، وهذا رد على ما قيل ببعض المؤتمر الصحفي لمع الوزير التربية. هلأ قال هو كمان العناد والتعنت، أنا بدي أقوله يا مع الوزير التربية، هيئة لها 3 سنين بالشارع استخدمت كل الأساليب الديمقراطية للعمل، لا تتهم بالعناد والتعنت. إذا في من عنيد ومتعنت هم هؤلاء السياسيين بالبلد اللي حملوا الملف 3 سنين وبعد ما حلوا مشكلة سلسلة الرتب والرواتب. وأنا رأيي بدل ما يحلوا هذه المشكلة الكبيرة اللي يمكن تودي لانفجار اجتماعي، راحوا ضافوا مشكلة تاني فأمنا اسمه مشكلة الإفادات. معالي الوزير عم يقول مبروك ل 142 ألف طالب نجاحكم، أنا بقول له لمعالي الوزير 142 ألف طالب أنت وديت مصيرنا للمجهول. الإفادة هي ضرب للتربية والتعليم، مستقبل الطلاب صار بالمجهول، قضيت على ما تبقى من الشهادة اللبنانية وصيتها بالعالم. أنا رأيي أكبر ضرر للتربية بالبلد هو موضوع الإفادة، ومش مبروك أبدا. وأنا هون بدي أوجه صرخة للطلاب والأهالي، ما تقبلوا بالإفادات، وفي علامة استفهام ليش معالي مع موضوع الإفادات مصر على تلف المسابقات. يتفضلوا الطلاب والأهالي يسألوا لمعالي الوزير لماذا هذا الإصرار. على كلين هيئة التنسيق النقابية هلأ هتجتمع وحطوا بمؤتمر صحفي، بتقديري نحن مكملين معركتنا، نحن مش هنوقف. وأنا بدي أقول لكل المجلس النيابي ولكل الطبقة السياسية، اسحة تفكروا فيك نتمددوا لحالكم بدون ما تبرق سلسلة الرتب والرواتب، لن نسمح لكم بالتمديد قبل ما تخلوا سلسلة الرتب والرواتب. كان معالي الوزير عم بيقول انه يعني كل وافق، او بالاحرى عدد كبير من الاساتذه وافق على التصحيح، ولكن كان هناك فقط الاستاذ حنا غريب الذي وقف ضد هذا الامر. انا ما اسمي حنا غريب، هاي وحده. اثنين، انا عم اقول له يا معالي الوزير لا حنا ولا نعمي ولا محمود هني بياخذوا القرار، في اليه ديمقراطيه ظهر الطبقه السياسيه بهالبلد مش معوده على الاليه الديمقراطيه. نحن بنرجع لجمعياتنا العموميه، نحن من 3-4 أيام عملنا جمعيات عموميه بكل محافظات لبنان وبالاجماع فوضونا على هذه الخطوات اللي عم نقوم فيها. اذا الموضوع مش عندي، مش عند حنا، مش عند محمود، نحن عندنا اليه ديمقراطيه تتمتع فيها هيئه التنسيق النقابيه، وبدنا نقول له رغم كل الضغوطات السياسية اللي تعرضت لها هيئة التنسيق النقابية سواء من بعض الأحزاب أو من الوزارة، أثبتت هيئة التنسيق النقابية هي وجماهيرها أن هيئة ديمقراطية نقابية مستقلة وستستمر بنضالها لانتزاع حقوقها يلي معترف فيها كل الطاقم السياسي بالبلد. كلنا بيقولوا معكن حق، وكلنا بيقولوا نحن معكن، وبعد 3 سنين السلسلة ما مشيت، وبيرجع معالي الوزير بيقولوا انتوا عنيدين وانتوا متعنتين وانتوا عناد وانتوا احلى شيء انه اخر شيء انه احنا ما بنمثل المعلمين، يعني صار بدهم يعلمونا درس مين بيمثل المعلمين وما بيمثل المعلمين. استاذ نعمة، هلا اذا مشيت الافادات وكمان تقوننت هيدي الافادات بمجلس النواب، شو رح تعمل هيدي التنسيق؟ انا عم اقول زادوا مشكلة كتير كبير على المشكلة القائم، يعني في مشكل مطلوب حلو، بدل ما يحلو راحوا ضافوا مشكل فق منه. نحن ضد الافادات، نحن مستمرين بخطتنا، هلا حنجتمع ونقول شو هي خطتنا المستقبليه، وما حنترجع قبل ما ناخذ حقنا. انا بدي اقول للطلاب والاهالي ارفعوا صوتكم، ما تقبلوا بالافاده لانه الافاده بتضر مستقبل اولادكم التربوي. شكرا لك. إذا جورج، هذه أجواء هيئة التنسيق النقابية، وعلى كل حال سيكون هناك مؤتمر صحفي بعد قليل لهيئة التنسيق ليكون هناك النهائي. نعم. بهذا الملف. شكرا لك رونا حلبي. مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء بلدة الطفيل، وحزب الله يقول إن الخبر مفتعل.
مجددا قرية طفيل إلى الواجهة، مع الحديث عن مهلة 24 ساعة حددها الجيش السوري لإخلائها من العائلات التي لا تزال تسكنها، والسبب انتشار مسلحين في داخل تلك القرية اللبنانية. ولكن هذا الخبر ينزع عنه جديته وصدقيته مختار الطفيل علي الشوم، معتبرا أن الأهالي لم يتبلغوا من أي جهة رسمية هذا الكلام. اللي بلغوا أهل البلد، إحدى الشباب الموجودين من قيادة شباب الحزب اللي بلغوا واحد من الموجودين بقرية طفيل انه خلال 24 ساعة بكون تفضل البلد. مين وكيف وليش ما عرفنا لحد الان. نحن بوقت اللي كنا عم نراجع المسؤولين والمعنيين اللي موجودين عندنا هون بالقيادة، قيادة الدولة اللبنانية، لحتى نرجع اهالي البلدة. هلأ بتعرف استاذ رامز داخل الدنيا على شتي، على موسم مدارس، بدنا نرجع العائلات. بنتفاجأ بهالقرار. مين يعني اللي عم بيحكي؟ عم بتواصل معه، مع الشاب اللي حكوا معه شباب الحزب، قال له انا فلان الفلاني بس ما اعطاني الاسم، انا مسؤول على كلامي، وهيك بلغوني قياده الجيش العربي السوري. يعني ما عرفتوش خلفيتها؟ ما عرفنا شو الخلفيه تبعها. يعني بلده طفيل التي عانت من جراء دخول المسلحين اليها في مطلع الازمه السوريه، يؤكد الاهالي القاطنون بها ان الاوضاع الامنيه تحسنت كثيرا بعد خروج المسلحين وسيطره الجيش السوري على القلمون وتامين حزب الله للحدود من جرود حام الى الطفيل. في اوضاع بتستدعي في اصف عليكم للنزوح، او انتم تواصلتوا مع الجانب الجيش السوري، او شو الوضع؟ لا، الضيعه ما فيها اي قصف او اي مشاكل او اي تحركات ابدا ابدا. الضيعه امنه جدا، هي ومحيط الضيعه امن جدا. امن شو يعني؟ الجيش السوري موجود، حزب الله، مين في بالضيعه؟ الجيش السوري موجود على الحدود، على الحدود اللبنانيه السوريه، بمحاذاه حدود قريه طفيل. واين يوجد المسلحون؟ نعم، المسلحون وين موجودين؟ ما لهم اي تواجد عندنا من اكثر من شهرين، من لما دخل حزب الله الى محيط القريه. مش موجودين بالجرود؟ حتى بجرود طفيل ما في. لا، هم اكدوا لنا هذا الشيء، نحن تابعناه من خلال التلفزيون، هم اوضحوا هذا الشيء من خلال التلفزيون السوري. اذا هيك ليش ما بتعود لعائلات لكان اللبنانيه الناس؟ هذا اللي نحن اللي منتظرينه وما بنعرفه. الشباب بيقولوا اجراءات امنيه هم بيحكوا عنها، نحن ما بنعرف عنها شيء، لكن الضيعه ومحيطها امن جدا. الجانب السوري استوضحنا الامر من قبل الفعاليات بالقرى الحدوديه المجاوره، طلع ما عنده علم بالموضوع. كيف علاقتكم مع شباب حزب الله هوني؟ علاقة جيدة جدا وممتازة، وتعامل من أحسن ما يكون. وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الراعي الأساسي للاتفاق الشهير الخاص بالبلدة وتحييدها عن الصراع السوري الذي أبرم في الوزارة وحضره المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، غاب عن السمع ورفض التعليق على الموضوع، في حين أكدت مصادر في حزب الله أن الخبر لا صحة له ومفتعل، إشارة إلى أن المسلحين غادروا البلدة بعد الاتفاق إلى الزبداني وجرود عسال الورد. أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط أن مرشح اللقاء للرئاسة هو النائب هنري حلو، المعروف بانفتاحه على جميع الطوائف والشرائح اللبنانية، داعيا إلى إيجاد مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية. وقال في حديث إلى قناة سكاي نيوز عربية: ذهبت لزيارة النائب ميشيل عون لأنني وعدت بأن ألتقي جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى، رأى جملاط أن تنظيم داعش لا يستهدف لبنان وحسب، إنما العراق وكردستان وسوريا، ويبدو أن هناك مشروع إقامة دولة إسلامية بنظرية تدميرية لتدمير الدين الإسلامي وتهجير الأقليات في الشرق. مستحيل أن تبقى هذا الظلم، لكن الأصدقاء سوريا، أصدقاء الشعب السوري، من عرب ومن عجم ومن غير عجم، وفي طليعتهم الولايات المتحدة. يعني إذا الكلمة بسيطة، خذلوا الشعب السوري. كان يجب أن يعطى الشعب السوري والجيش السوري الحر السلاح المطلوب لإسقاط الطائرات بأوج معركة حمص منذ عامين. هذا السلاح لم يمر. مررت بعض الدول كل أنواع الإرهابيين من حدودها، من تونس، من ليبيا، من فرنسا، من ألمانيا، من أمريكا. الشعب السوري ليس بحاجة إلى هؤلاء، خربوا الثورة، لكن الثورة باقية والشعب السوري سينتصر. محافظة دهوك العراقية تعلن حالة طوارئ الإغاثية مع استمرار تدفق النازحين الأزيديين إليها من سنجار.
تتواصل موجات نزوح المئات من العراقيين اليزيديين نحو المدن الشمالية لبغداد فرارا من مقاتلي الدولة الإسلامية داعش. اللاجئون اليزيديون يحتمون في مساكن مؤقتة في المناطق الكردية بعدما اضطروا إلى مغادرة بيوتهم في كل من أربيل وسنجار. وإلى دهوك إحدى المحافظات العراقية في إقليم كردستان العراق شمالا، وصل آلاف اليزيديين المحاصرين من جبل سنجار إلى المحافظة عبر الأراضي السورية بعد تأمين ممر آمن بطول 15 كيلومترا من قبل قوات البشمركة، واتجهوا إلى المجمعات اليزيدية القريبة من دهوك مثل شارية وخانك حيث يعيشون ظروفا صعبة وقطعوا مسافات طويلة مشيا على الأقدام. احنا رحنا مشي ولا عبالك يضربون علينا، بس كانوا بعيدين شوي وطلعنا رحنا على حدود سوريا. بقينا 9 أيام بالجبل وتبهدلوا العوائل والناس. اللي طلع على الجبل عبالوا حول ساعة ساعتين ويرجع لأهله، لا ماخذ ملابسه، لا ماخذ مواد معه، بقى بالجبل لا بلاك ومي، يعني بالمئات الأطفال انفطس من الجبل بالجبل، ولا هالمساعدات. طيارة مرة مرتين جابوا زيتوا هناك كوم، وحتى يعني أكثر من 3/4 ما شافوا ذاك المساعدات زاد كلها بهدلوه. الشياب ذلينا، أنا قدام عيني ذليت 4 قدام عيني ذليت بالجبل، ماكو حد ذل وياه. جبل مثل هاي الراقم لا عنده مي لا عنده شيء، وعبرد من عنده قدام هالعين يموتون الشياب بعد وقفوه. أنا قدام عيني وأمي توفت بالجبل نفسها. وأعلن محافظ دهوك في إقليم كردستان العراق فرهاد أتروشي حالة طوارئ في المحافظة لمواجهة توافد النازحين في وقت استمر فيه نزوح العائلات اليزيدية من سنجار، وحاول بعضها الهروب باتجاه الحدود السورية. وقال أتروشي على رغم استمرار المحافظة في تقديم المساعدات إلى نحو 750,000 نازح، فإن الأمور قد بدأت تخرج عن نطاق السيطرة بسبب استمرار تدفق النازحين. وانتقد ما وصفه ببيروقراطية الأمم المتحدة التي تعطلها عن مساعدتهم. رئيس الحكومة تمام سلام يلتقي لجنة أهالي الأسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن، ويقول إن الجهود التي تبذل للإفراج عنهم يجب أن تحاط بالتكتم لعدم تعريضها للخطر. أكد رئيس الحكومة تمام سلام أنه يبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن الدولة لا تفرط بمصير أبنائها ولن تتخلى عنهم. موقف سلام جاء أمام لجنة أهل الأسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن التي زارته في السرايا للاستفهام عن المساعي المبذولة للإفراج عن العسكريين المفقودين والمطالبة بعدم توفير أي جهد لتحريرهم. وقال الرئيس سلام إن ما حصل في عرسال كاد يهدد الوطن برمته، لأنه جاء في ظرف عصيب تمر به المنطقة وفي وضع داخلي غير مستقر لم تفلح القوى السياسية حتى الآن في إيجاد حل له. وتابع أن ما جرى في عرسال لم يكن ابن ساعته، ونحن كنا نتوجس من الوضع في البلدة منذ فترة بسبب انتشار أعداد هائلة من النازحين السوريين فيها، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقوم المسلحون من داعش وغيرها بما قاموا به بهذه السرعة وبهذه الوحشية التي مارسوها على عرسال وأهلها وعلى الجيش وقوى الأمن. وزير الداخلية نهاد المشنوق زار عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي في دارته في طرابلس مطمئنا إلى صحته بعد الإصابة التي تعرض لها في أثناء قيامه بوساطة إثر أحداث عرسال. وكان تشديد في اللقاء الذي حضره عدد من مشايخ مدينة طرابلس على ضرورة تغليب منطق الاعتدال ورفض منطق التطرف. وجرى تداول الخطاب الطائفي في أحد مساجد طرابلس يوم الجمعة الماضي الذي استنكره الحاضرون، مؤكدين أن أولوية نشاطهم تقوم على نشر الاعتدال وتأكيد أهمية العيش الواحد في لبنان بين المسلمين والمسيحيين. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ينتقد ما يدفع إلى الإرهاب من مال عربي وما يدفع إلى لبنان على طريقة شحاده. رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن لا فرق بين إسرائيل والتكفير طالما أن المصدر واحد والدعم واحد والنتيجة واحدة. وفي خلال حفل تكريمي في صور لمناسبة الانتصار في حرب تموز، حمل وهاب الحكومة اللبنانية مسؤولية ما جرى في عرسال، خصوصا موضوع أسر العسكريين، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها في تحميل الجهات العربية الداعمة للإرهاب المسؤولية في إعادة هؤلاء العسكريين، وانتقد التفاوض مع الإرهابيين وأسلوب الاستعطاء
في مساعدة لبنان ماديا. لا تزني ولا تتصدقي بكل صراحة، يعني كل هذا المال اللي عمالي بيندفع بسوريا والعراق على التخريب كنا بغنى عنه، كل المال العربي اللي اندفع كنا بغنى عنه وكنا يمكن بألف خير. ولكن اليوم تعرفون بأن الجيش العراقي يضرب بمال عربي، الجيش السوري يضرب بمال عربي، والجيش اللبناني ضرب بمال عربي. لذلك الأفضل أن لا ندفع للإرهاب ولا ندفع كما دفعنا بلبنان، يعني على طريقة أشحاد دفعت المصريات، لأن بعتقد أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بهذه الطريقة. ولكن نحن تجاوزنا الأمر أن نكون دولة تحترم نفسها، خلص صرنا من الدول الفاشلة. وأمل وهاب أن يطغى صوت الاعتدال على صوت التطرف، وكرر القول إن سلاح المقاومة هو الضمانة الأساسية إلى جانب الجيش اللبناني لحماية لبنان. وفاة الطفل السوري محمود الفارس في مخيم جب جنين البقاعي في ظروف غامضة. بين هذه الخيام في مخيم جب جنين للنازحين السوريين إلى لبنان يسود صمت غريب. فبعد وفاة أحد أطفال المخيم محمود نوفل الفارس، روايات عدة حيكت تتحدث حينا عن سقوطه على رأسه في أثناء استحمامه، وأخرى عن أن والده كان يضربه ضربا مبرحا، لكن النتيجة واحدة هي أن ابن الأعوام الثلاثة عجز عن التجاوب مع العلاج، فأسلم الروح في مستشفى فرحات في البقاع نتيجة إصابته بردود وبنزيف حاد في رأسه وصدره. بس أنا ما بعرف شيء خالص، لا يحرم علينا. اللي عرفنا أنه أمه عم تحممه وزحطه فيه أنه وقع على الأرض. أي والله. صار نزيف برأسه، أخذينه عاد على المستشفى توفى. أيوه. أعطاك عمره. هيدي كل ابنه. هذا اللي عرفنا. مش موضوع ضرب كان عم يضربوا بيه. والله ما شفناش. لأنه ما بنفوت عليهم ولا شيء خالص. هل أنت تعرفش ببيت جارك؟ يعني ما بنعرف شو عنده. انت يا حد تعرفش ببيت؟ لا والله ما حدا بيعرف. سمعنا انه واقع على اصبعي امه، قال انه حاملت امه وعم تحممه، عم تحممه وقع على راسه لورا وخذوه على المستشفى. خلص تعال، نزيف براسه. وتقول المعلومات ان محمود تعرض للضرب، وبناء على اشاره النيابه العامه التمييزيه في البقاع اوقفت والده الطفل، وداهمت قوه من الامن الداخلي المخيم لاحضار الوالد الذي توارى عن الانظار. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. الأوضاع المحلية والإقليمية كانت مدار بحث بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب ولي جنبلاط في قصر المختارة والسفير المصري أشرف حمدي، بحضور المرشح الرئاسي النائب هنري حلو والوزراء أكرم شهيب ووائل أبو فعور والنواب غازي العريضي وعلاء ترو ونعمي طعمي. وفي إطار لقاءاته الأسبوعية استقبل جنبلاط وفودا شعبية وبلدية من مختلف المناطق، عرض معها أمورا إنمائية وخدماتية. زار مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من قضاة الشرع والعلماء ضريح المفتي حسن خالد في الأوزاعي، حيث كان في استقباله نجلاء المفتي الراحل سعد الدين وعمار خالد. ثم زار دريان ضريحي مفتيي الجمهورية السابقين المرحومين محمد توفيق خالد ومحمد علاية، كما زار مقام الإمام الأوزاعي. بدعوة من بلدية ببنين أقيم لقاء تضامني عكاري حاشد دعما لصمود غزة واستنكارا لأحداث الموصل. ودان المتحدثون العدوان الإسرائيلي على غزة والحملات التهجيرية والمذابح الممارسة على كل المظلومين. قررنا أيها الإخوة الأحباب وباسمكم جميعا أن نعلن عن قافلة طبية إنسانية مهداة من إخواني أبناء عكار إلى أهلنا وإخواننا في غزة. نقول لهم لا نريد دولة إسلامية مزيفة يصنعها العالم الغربي على حساب المسيحيين من أجل أن يبارك اغتصاب اليهود للقدس والأقصى. تذكريننا بجنب يسوع المسيح المطعون على الصليب، والذي طعنه أيضاً أجداد هؤلاء الصهاينة المغتصبين الذين ما زالوا يطعنونك ويطعنون كل مسلم ومسيحي أراد أن يصلي في حرم المسجد الأقصى الشريف وفي هيكل كنيسة القيامة المجيدة.
زار وفد أمني فلسطيني كل من الأمين العام للتنظيم الشعبي المصري أسامة سعد وعبد الرحمن البزري، وكان تشديد على توسيع تجربة القوى الأمنية المشتركة لتشمل مخيمات أخرى، بعدما أظهر الفلسطينيون أن السلاح الفلسطيني في المخيمات له دور إيجابي في حماية الأمن والسلم الأهلي في المخيمات ومحيطها. واصل العمال المياومون وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي إضرابه المفتوح المستمر منذ نحو أسبوع، تنديدا بقرار الإدارة القاضي بتثبيت 850 موظفا من أصل 2000، حيث أغلقوا أبواب المؤسسة في صيدا وحاولت الإدارة إعادة فتحها، إلا أن المعتصمين أصروا على إبقائها مغلقة. باقيين على الاعتصام حتى تحقيق مطلبنا. للمرة الثالثة اعتدى مجهولون على كنيسة مار أنطونيوس البدواني في بلدة الكرك البقاع الأوسط، وأقدموا عن طريق الكسر والخلع على سرقة صندوق النذورات، وعلى الأثر حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات. عثر عدد من رواد البحر في مدينة صيدا على سلحفات معمرة نافقة على الشاطئ الرملي الشمالي للمدينة، وسارعوا إلى إبلاغ فرق بلدية صيدا التي عملت لرفعها من المكان. وقدر مصدر مطلع عمر السلحفات بأكثر من 100 عام، وهذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذه الظاهرة على الشاطئ الجنوبي، إذ سبق وشهد شاطئ صيدا سور نفوق عدد من السلاحف المعمرة من دون معرفة الأسباب. مجزرة أخرى لتنظيم داعش في العراق ضحيتها عشرات الأزيديين الذين يواصلون الفرار إلى دول الجوار، ومساعدات أمريكية وألمانية للنازحين. أقدم مسلحو داعش على ذبح 80 شخصاً من أفراد الأقلية الإيزيدية في قرية كوجو، إحدى أكبر القرى في جبل سنجار شمالي العراق. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية في إقليم كردستان العراق أن مسلحي داعش أعدموا بالرصاص نحو 80 شخصاً بعدما رفض أهالي القرية الانصياع لطلبهم بالعمل لديهم كمرشدين، فضلاً عن انضمام الشباب والرجال إلى صفوف التنظيم للقتال. وإثر هذا الرفض هجم مسلحو التنظيم على القرية ونفذوا عمليات الإعدام واقتادوا النساء والفتيات والأطفال إلى تل العفر. وقال النائب الأيزيدي محمى خليل إنه تحدث مع القرويين الذين نجوا من الهجوم، وقالوا إن عمليات القتل جرت خلال ساعة واحدة. بدوره أوضح أحد سكان قرية قريبة أن مقاتلا من الدولة الإسلامية من المنطقة نفسها روى له تفاصيل العملية، وقال القروي إن الدولة الإسلامية قضت 5 أيام تحاول إقناع القرويين باعتناق الإسلام، ولما رفضوا جرى جمع رجال وقتلوا بالرصاص، وربما نقلت النساء والفتيات إلى تل العفر لأنه لا يوجد مقاتلون أجانب هناك. إلى ذلك تواصل الطائرات العسكرية الأمريكية إلقاء المساعدات الغذائية على آلاف من الإيزيديين الذين اضطروا للنزوح والاختباء في الجبال بسبب استيلاء داعش على المزيد من الأراضي شمالي العراق، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. ويتولى عناصر البشمرجة الذين وصلوا إلى الأماكن التي ألقيت فيها المساعدات الغذائية توزيعها على المحتاجين في ظل استمرار عمليات النزوح من قضاء سنجار التابع لمدينة الموصل، ولا سيما إلى المناطق المتاخمة للحدود التركية، حيث شرعت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية بإقامة مخيم بمدينة زاخو يستوعب 16,000 شخص لإيواء النازحين الأيزيديين. لا مستقبل لنا في هذه البلاد، نناشد العالم حمايتنا من المجازر التي ترتكبها داعش بحقنا والتي أجبرتنا على النزوح. الهجرة هي سبيلنا للنجاة لأننا نخشى العودة إلى العراق. سياسيا وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، شدد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على قدرة شعب العراق على الانتصار على الإرهاب. أكدت لمعالي الوزير بأننا واثقون بأن الشعب العراقي سينتصر في هذه المعركة ضد الإرهاب، وفي تاريخنا الطويل واجهنا حالات مشابهة، وإننا سنحافظ على العراق موحدا قويا عزيزا ديمقراطيا حرا يساهم في استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة المضطربة من العالم. وأكد شتاينماير دعم بلاده للعراق وللأكراد في مواجهة الدولة الإسلامية، معربا عن تخوف بلاده من احتمال انهيار آخر ركائز الاستقرار في العراق، لكنه تحدث عن بصيص أمل، معلنا عن تخصيص 24 مليون يورو لمساعدة النازحين العراقيين.
مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن قال إن بلاده حاولت جاهدة ومنذ زمن لفت المجتمع الدولي إلى خطر المجموعات الإرهابية، وقد تعامل مجلس الأمن بخفة سياسية مع الوثائق الرسمية التي أرسلتها إليه سوريا في هذا الشأن. من يشتري النفط السوري من داعش؟ وكذلك كيف يصل النفط السوري المسروق إلى أوروبا عن طريق الداخل التركي؟ كما أود أن أسأل، لماذا لم ترد الدول الأعضاء في مجلس الأمن حتى الآن على شكاوينا المتكررة منذ 3 أعوام حول قيام الجماعات التكفيرية في ليبيا بتصدير الإرهاب والسلاح إلى بلادي عبر تركيا ولبنان؟ لقد تم التعامل مع كل تلك الوثائق الرسمية التي أرسلتها سوريا للأسف الشديد بتجاهل متعمد وخفة سياسية مذهلة، ولو تم الانتباه والأخذ بالمضامين الخطيرة والهامة لهذه الوثائق، ولو تم تطبيق قرارات المجلس السابقة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لما كنا هنا اليوم نصدر قرارا جديدا نتمنى أن يتم تنفيذه بالشكل الأمثل. لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته. هذا ما تكفله المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 من كانون الأول عام 48. فماذا عن المسيحيين في دول الخليج؟ وهل تقرع أجراس الكنائس هناك؟ تحقيق دارين دعبوس. في زمن الدواعش وجرائم الصلب والقتل وتهجير المسيحيين ومن لا يوافقهم من المسلمين بذريعة فرض الخلافة الإسلامية الداعشية، حكومات عربية خليجية تسعى لاحترام دين غير المحمديين المقيمين على أراضيها وتوفير حق ممارسة شعائرهم الدينية على قاعدة حرية الدين التي يكفلها الدستور في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر. في الكويت والبحرين، مواطنون مسيحيون كاثوليك وإنجليون وأنجليكان وأرثوذكس يمارسون طقوسهم ويرفعون الذبائح الإلهية والقداديس بحرية كاملة. 40 كنيسة عدد بيوت الله في الإمارات العربية المتحدة التي منحت إجازة تجارية لمزاولة نشاطاتها ككيان معنوي، بحيث إن غالبية المسيحيين على أراضيها هم من أصول هندية وفلبينية، إضافة إلى عدد من المسيحيين اللبنانيين والأردنيين والمصريين والسوريين والعراقيين. ويؤكد الأب توماسيو كاهن رعية القديسة مريم في دبي أن الحرية الدينية موجودة، إلا أنها تختلف عن تلك المتوافرة في الدول المسيحية، فالأمور ليست بهذه السهولة في دول الخليج. صحيح أن معظم الكنائس والمقابر بنيت على أراض وهبتها الحكومة، إلا أن بناء الكنائس غالبا ما يجري التحفظ عنه أكان لناحية الشكل الهندسي أو موقع البناء، ويظهر ذلك جليا في منطقتي عودميثا وبورت باي، حيث تكثر الكنائس خلف الأسوار، فلا صلبان ترفع ولا أجراس ظاهرة تقرع. لا تفرض الإمارات قيودا على الكنائس باستثناء حظر التبشير الذي ترى فيه إكراها للمسلمين على اعتناق المسيحية، ما يدفع الكنيسة بحسب الأب توماسيو إلى رفض أي طلب من مسلم يريد تغيير دينه رفضا قاطعا. في الكويت التي تضم أقدم كنيسة في الخليج، بنيت عام 32 وهي الكنيسة الإنجيلية الوطنية، يحفظ الدستور الكويتي حرية ممارسة الدين وفق العادات المرعية على ألا يتعارض والسياسة العامة أو الأخلاق. قطر من جهتها لحقت بقافلة الدول الخليجية الأخرى المنفتحة، حيث تبرع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأرض شيدت عليها لاحقا كنيسة سيدة الوردية في الدوحة، التي افتتح القداس الأول فيها البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير. وفي حين يحتاج غير المسلم في سلطنة عمان إلى موافقة مسبقة من وزارة الأديان لإلقاء عظة دينية، ترفض السعودية بناء كنائس على أراضيها، علما أنها تضم أكبر عدد من العمال الوافدين المسيحيين، وتمنع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسيحيين من ممارسة طقوسهم الدينية، حتى أن اعتناق أي مسلم لديانة أخرى يعد ارتدادا عن الدين وفقا للشريعة الإسلامية، وعقوبتها الموت.
دخل الأمريكي كالاكاوي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أكبر شحمة أذن مثقوبة طبيعياً، وصل قطرها إلى 11 سنتيمتراً. وكاوي يعمل في مجال الوشم وفن الجسد، وقد عاد من مدينة ميلانو الإيطالية بعد نيله جائزة من مؤسسة جينيس. وعطل في طريقه عدداً من الماسحات الأمنية في المطارات وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية. ولديه أيضاً قرنان من السيليكون مزروعان في رأسه وثقبان في أنفه، ولسانه مشقوق نصفين بخيوط معدنية، أما وجهه وجسده فمرصعان بأقراط معدنية إضافة إلى أوشام ملونة. كان في النشرة عصر الإفادات، ناجح والراسب يرفع إيده. اليوم وكأنه هالإفادات صارت نافذة والطلاب تقدر تستعملها لتدخل على الجامعات. أسرار مقتل المذيع مازن دياب على أيدي الأصحاب. حتى لو أصحابه أنا بدي نتفهم، ولا ممكن إلا ما أشوفه قدام عيوني، بدي بكي أهلا مثل ما بكونا. الطفيل إنذار بالإخلاء غدا وعائلاتها ينفون. خلال 24 ساعة بدون قبض البلد، مين وكيف وليش ما عرفنا. جنبلاط أصدقاء سوريا خذلوا الشعب السوري. الشعب السوري ليس بحاجة إلى هؤلاء، خربوا الثورة. داعش يعدم عشرات الأزيديين في جبل سنجار. يعني بالمئات الأطفال انفطس من الجبل بالجبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار. الموعد المقبل يأتيكم عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.